اهلا بحضراتكم، عدنا على الهواء. خلونا قبل ما ننتقل للفقره مباشره في توضيح بس في ثانيه، انا ناقشت مع حضراتكم في الفقره الاخباريه في مقدمه البرنامج موضوع كوبري سوهاج المنهار والمضحكات المبكيات اللي موجوده في هذه القضيه، وهنناقشها بكره تفصيلا ان شاء الله. فكره مسؤوليه المحافظه ولا جهاز التعمير ولا الشركه المنفذه ولا كذا، وانا قلت لكم الشركه المنفذه هي شركه حسن علام. انا الاستاذ عمرو حسن علام العضو المنتدب لشركه حسن علام للمقاولات بعت لي وقال لي انه ارجو التوضيح بس ان الشركه المنفذه للمشروع هي شركه النصر العامه للمقاولات حسن علام سابقا، ودي مش الشركه القطاع الخاص المملوكه لعائله حسن علام، فلازم التوضيح. طيب انا اقول لحضراتكم ان الحوار الرئيسي النهارده متعلق بالمبادره اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضراتكم فاكرين يوم الاثنين بالليل عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخلة تلفزيونية هاتفية مع زميلي عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم، واتكلم عن قصة الألتراس وحرك المياه الراكدة بطرح لأول مرة ناس اعتبرته طرح زلزالي، وهو فكرة ان احنا نجري حوار مع الألتراس بدلا من ان نصبح دائما في خانة الأعداء ما بيننا وبين الألتراس. هذه المبادرة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى زود على كده وقال انه بيدعو ان شباب الألتراس يبقوا حاضرين كمان التحقيقات عشان يتأكدوا انه العدالة تأخذ مجراها وان مفيش نوع من انواع التكتيم او المواراة على الفاسدين او المتورطين اذا كان في متورطين خارج سياق القضية. الطرح اللي قاله الرئيس ده عمل فريقين، فريق رحب جدا بالفكرة وقال هذا يعني نوع من انواع دولة الاستيعاب، دولة الاحتضان، ان بدلا من ان نتعارك تعالوا نتحاور. الفريق الثاني المضاد والمعارض لهذه الفكرة قال انه لا يجب ان نتحاور مع جماعات الألتراس اللي انتهجت قدر من العنف، قدر من الشغب، وتسيء لمؤسسات الدولة. ما بين هذا وذاك نحن محلنا سر، مش عارفين كيف نتعامل مع هذه الظاهرة. خلونا الاول في هذا التقرير لمدة دقيقتين نعرف كيف نشأت هذه الظاهرة وكيف تطورت، وبعدين نبدأ حوارنا من هذه النقطة. منذ أن عرفت مصر كرة القدم وهي تمثل اللعبة الشعبية الأولى، وأصبح مألوفا أن يعج استاد القاهرة الدولي بما يناهز 100,000 مشجع، خاصة في مباريات القمة بقطبيها الأهلي والزمالك. إلا أن عام 2007 شهد تحولا فارقا فيما يتعلق بالتشجيع، فظهرت رابط الألتراس للمرة الأولى، وذلك في مصر عبر إنشاء رابطة ألتراس أهلاوي ثم رابطة مشجعي الزمالك، ومن بعدها روابط أندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري. وسرعان ما لفتت هذه الروابط الأنظار بفضل ما تحلت به من تنظيم قوي وأداء مبهر، ولكن حملت رحلة الألتراس متناقضات بين أساليب مبهرة في التشجيع وبين اشتباكات مع روابط فرق أخرى، فضلا عن الاحتقان بينهم وبين قوة الأمن. ولم يستمر دورهم قاصرا على التشجيع الرياضي طويلا، ففي جمعة الغضب كان لشباب الألتراس دور ملحوظ في ميدان التحرير. استمرت روابط الألتراس في مزج دورها الرياضي بالشأن السياسي، وتوالت صدامات مع الأمن خلال مباراة الأهلي مع كيما أسوان في سبتمبر من عام 2011، بعد توجيه الرابطة السباب لجهاز الشرطة لتسفر الاشتباكات عن إصابة 100 شخص، وبعدها استمر الاحتقان بين روابط الألتراس بعضها البعض وبين أفراد الأمن. وفي الذكرى الأولى للثورة شهد عالم الألتراس مبادرة لافتة تقدم بها ألتراس الزمالك بالدعوة إلى الصلح مع ألتراس الأهلي من أجل نبذ التعصب والعنف، ولم يهنأ المشجعون كثيرا بهذه المبادرة، ففي الأول من فبراير من عام 2012 سقط 72 مشجع من ألتراس الأهلي ضحية لاشتباكات ملعب بورسعيد في واقعة هي الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية. وفي واقعة شبيهة لملعب بورسعيد في 8 من فبراير من عام 2015 عادت الجماهير للمرة الأولى للملاعب منذ كارثة استاد بورسعيد، إذ سقط فيها 20 فردا من رابطة وايت نايتس قبل لحظات من مواجهة فريقهم بنظير إنبي، ليحل فبراير مجددا بكارثة أخرى على الكرة المصرية. وقائمة الأزمات تطول، فتشهد اقتحام روابط الألتراس الملاعب وقصف قيادات الدولة بشكل مستمر في شريط أزمات لا ينتهي، خاصة في ظل عدم إصدار الدولة لقوانين تحد من شغب الملاعب وتفرض عقوبات رادعة على كل من يتسبب في نشر الفوضى. قوانين ستعيد بدورها روابط الألتراس إلى الملاعب لتخرج طاقة الشباب في ابتكار أساليب تشجيع جديدة ورسم لوح فنية بالمدرجات بدلا من العنف. ده التاريخ. حوارنا النهاردة عايز ينطلق للمستقبل، يعني كنا بنتكلم في التقرير ده عن الماضي، احنا عايزين نتكلم عن الحاضر والمستقبل. ما عندناش موقف محدد وما عندناش وجهة نظر
اكيد عايزين ندفع وراءها. احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي من خلال ضيوف اللي موجودين في الاستوديو، من خلال حضراتكم، من خلال بعض الاتصالات الهاتفيه كمان من بعض المتخصصين اللي هناخدها على الهواء عشان نعرف نحل ازاي. الهدف هو الحل مع احترام القانون بس، ما عنديش اكتر من كده. ان احنا نحل القصه، مش هينفع نعيش طول الوقت في هذا الصراع، وما ينفعش نحل بعيدا عن دوله القانون، والا يبقى بنهدر قيمه القانون الى الابد. ضيوف اللي مشرفني على الهواء في استوديو الحياه اليوم، سياده النائب علاء والي، اهلا وسهلا سياده النائب، شرفت فندم. صديقنا العزيز الناقد الرياضي المعروف الاستاذ ايهاب الخطيب، اهلا بك ازاي حضرتك. اهلا بحضرتك سياده النائب. استقبلت ازاي مبادره الرئيس السيسي بالحوار مع الالترس؟ والله اقول لحضرتك طبعا بشيء من الفرح والسعاده. اولا انا نائب عن كرداسه، تمام، وطبعا حضرتك تعلم ما هي كرداسه طبعا. يعني انا بالنسبه لي كان كان بتتكلم عن طاقه القدر اتفتحت. تصرف سياده الرئيس هو تصرف من شخص حكيم، قائد حكيم، عفوا مش بس شخص حكيم، قائد حكيم، في توقيت مناسب، توقيت بيلم بيه شمل عيله، بيحتوي بيه شباب البلد في امس الحاجه ليهم، امس الحاجه ليهم لان في دول حضرتك بتستورد الشباب ده، ان هي بتفتح باب الهجره. تمام. احنا عندنا الحمد لله الشباب الموجود وذخيره، لو حضرتك حاولت انك انت تحتك بيهم هتلاقيهم شباب في منتهى الروعه والجمال، ولكن بيساء استخدامهم. تمام. فهي مبادره من قائد حكيم لدوله عظيمه زي مصر. يا رب ان شاء الله ما تضيعش، بالعكس ان شاء الله بعزمته واصراره اللي هو عودنا عليها في وجوده ما بيننا في الفتره اللي فاتت، ان شاء الله يحقق اللي حضرتك بتقوله ونوصل للامل المنشود ان احنا كفانا صراعات. طيب قبل ما نسال الاستاذ ايهاب، في وجهة نظرك المرحبة اللي اعتبرتها حسب وصفك طاقة القدر اللي اتفتحت، مش شايف انه نوع من انواع الخذلان شوية، او نوع من انواع من ضعف من الدولة، انه هذه الجماعة مش قادرين عليها فبالتالي نحاورها؟ فندم الدولة بتكون من الشعب، الناس دول من الشعب. ضعف قدام مين؟ ضعف قدام ولادنا؟ ضعف قدام مين؟ ضعف ان الدولة دولة قوية، بالعكس القوي هو اللي يحتوي يا فندم. حتى مع الممارسات السلبيه اللي بيعملها الالترس؟ الممارسات السلبيه دي حضرتك لابد ان هي يبقى ليها وقفه. الممارسات السلبيه دي بتيجي نتيجه قله او تصرفات من ناس، من قله، عفوا اقول لحضرتك لا ماجوره، هقول لك ماجوره، وملعوب في دماغها ومضحوك عليها. بس خد بالك، ماجوره شيء ومضلله وملعوب في دماغها شيء تاني. كل الانواع موجوده. كل الانواع موجوده، وانا بقول لحضرتك انا نائب عن كرداسه وباكد لك كل الانواع موجوده. وهما في الاخر ولادنا طبعا، ده ما فيهاش فصال. فعفوا هي مش مين اقوى من مين. احنا النهارده عاوزين نحتويهم. حضرتك النهارده لو عندك ابن في بيتك اكيد انت عاوز تاخده ليك لحضنك، تضمه ليك. لو هو شارد انت عاوز تضمه ليك، عاوز ترجعه البيت. فانت شايف ان الاحتواء هنا اهم من العقاب يا فندم؟ الاثنين مع بعض، لأن العقاب هنا حضرتك للمخطئ. تمام. المخطئ هنا حضرتك لابد أن يحاسب، محدش في الدنيا بيقول المخطئ لا يحاسب. ولكن النهارده خد بالك، المعترضين على الفكرة بيقولوا المخطئ يحاسب مش يحاور يا فندم، هي دي القصة. المخطئ حضرتك لو اتكلمت عليها هتلاقيهم قلة، لأن مع الأسف دول شباب حضرتك لو الأعداد اللي احنا بنشوفها يا سيادتنا مش قلة. لا أنا بتكلم يعني الناس اللي راحوا اقتحموا نادي الأهلي من كام يوم. القادة المخطئين يا فندم. إيه؟ القادة منهم المخطئين. في منهم بس الفعل بيشترك فيه الاف. ما هو الفعل ده حضرتك زي ما تيجي نقول احنا مع الاسف بلدنا هنا هون بلد بنمشي ورا بعض الشخصيات، ممكن ان احنا ننساق وراها. الناس دي بينها وبين بعض روابط مهوله. مهوله بمعنى كده. ما انا اسف للمقاطعه، بس المشاهد اللي احنا شايفينها في الجزء الثاني من النافذه، طبعا مش مشاهد الماتش، مشاهد المدرجات اللي احنا كنا شايفينها من شويه، هو ده الجانب الايجابي عشان برضه نبقى منصفين وموضوعيين. تمام. يعني انا يمكن بناقش سياده النائب وبقول الراي المعارض ليه، لكن انا ما عنديش راي. لما تسمعوا دلوقتي كلام مع الاستاذ ايهاب هتكتشفوا انه ما فيش موقف، لكن لازم نعترف ان هذا هو الجانب الايجابي من ظاهره الالترس. تمام. المشاهد اللي احنا شفناها سواء المدرجات الحمراء او المدرجات البيضاء، ما حدش حتى اقصى المدافعين او المخاصمين والمعادين للالترس ما يقدرش ينكر فرحته بمنظر الاستاد، منظر المدرجات وهي فيها كرنفال وفيها لوح وفيها اهازيج واغاني تدب الروح في الصخر، سواء الاهلي او الزمالك او منتخب مصر بيلعب. فهذا هو الجانب الايجابي. الصوره السوداء بقى اللي قدامنا دي هي الجانب السلبي. الحقيقه اسمع رايك يا استاذ ايهاب. طيب في البدايه طبعا رساله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت زلزال في الوسط الرياضي. مظبوط. زلزال ليه؟ لانه كله خدع، يا مؤيد يا معارض. ومع الاسف الناس ما خدتش المكالمه او المبادره بعقل شويه.
الناس كل واحد خدها بلغه الكوره بقى على صدره. انا شمال خدتها شمال، يا سياده الرئيس ما ينفعش تقعد معاهم، اضرب بالعصايه. طب هتقعد معاهم مش تقعد مع الجماعه بتوع بورسعيد؟ اتفهمت غلط. صح. طيب النهارده الاب لما بيضرب ابنه اسهل حل، العصايه دي اسهل حاجه في الدنيا. يقول لك الدوله لو قعدت معاهم الدوله ضعيفه، بالعكس ده احنا كنا مستنين القعده والحوار في الدوله بعد 10 سنين من دلوقتي، يعني بعد ثوره 25 وثوره 30 قلنا هننتظر 10 سنين عشان نبدا نقعد ونتحاور، وهيبقى كل اللي جاي عصايا 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 علشان تتكلم. لما تيجي تتفاجئ النهارده يقول لك تعال اقعد، لا ده انا لازم اهدى شويه وافكر. كل الناس اتسرعت الا الالترس. ليه؟ اللي اتسرع وسريع عن البرامج الرياضيه كل واحد ليه اللي ليه وليه اللي عليه، فكل واحد صوب الكلام ناحيته. مزبوط. او بالطريقه اللي الناس عايزين، او عشان ما يطلعش غلط قدام الناس، او النهارده الرئيس احرجني ده انا كل يوم بطلع ادب في الالترس. صح، ما كل اعلامي رياضي عنده مواقفه. بالظبط. او اللي خدوا الكبرياء خالص، لا احنا اسفين يا سياده الرئيس انت ما كنتش موفق انت كذا، دول الاتجاهين اللي مشيوا. ما بين هذا وذاك يطلع قدامنا ثلاث اطراف في المشهد. ما هو النهارده طب ليه بس انت قلت الوحيد اللي ما تسرعش الالترس؟ لان الالترس عشان يرد رد تاني يوم ببيان. ادي الترس الاهلي وقال كده نصا وهو ما لم يكن متوقعا، يعني قالوا اللي قاله سياده الرئيس ده ما كانش متوقعا. ورد بعدها ب 24 ساعه. يجي بعدها الجرين ايجلز رابطه النادي المصري ردت بعدها ب 48 ساعه وقالت احنا شايفين ان احنا مظلومين، وازاي تقعد مع خصم وحكم وهم نفسهم الارتس قالوا ناس لسنا اهلا ان نكون الخصم والحكم في القضيه. طيب هنا هسالك سؤال صغير قبل ما افتح التليفون. تمام. ليه انت قلت انه يعني بعض الرياضيين خدوها على صدرهم قوي؟ ما هو لازم تتفتح السيناريوهات التانية، يعني انت هتقعد مع دول، طب ما بالتالي انت الاخوان بيعملوا عنف، طب ما تقعد معاهم برضو. انت عندك بعض جماعات الضغط وبعض جماعات العنف كويس. اللي بتمارس ضغط على الدولة، اي حد هيمارس عليك ضغط هتحاوره وتستوعبه؟ القصة مختلفة. مختلفة ليه؟ طبعا مع الفارق في القياس. لا لا مع الفارق. ليه مختلفة ليه؟ لان النهاردة كله اخذ الكلام لما حتى سياده الرئيس اتكلم اتخذ ان هو بيكلم التراس اهلاوي بس. كلمه التراس دي روابط اي جمهور ومجموعه اسمهم التراس. صح. ففي التراس اهلي، في التراس وايت نايتس زمالك، في التراس لا هو قال التراس فجماهير، فالبعض خد كلمه التراس وحطها على النادي الاهلي بس. فبكره بعد صلاه الجمعه في بورسعيد عند مسجد مريم في تجمع، لان الناس مش عاجبها اللي بيحصل، لان الاعلام وصل الرساله غلط. ادي واحد. فبالتالي انت عملت احتقان في حته وحسست بورسعيد انها ما زالت مضطهده، والبعض بيجمع بورسعيد لا يا جماعه وجماهير بورسعيد لا 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 لا، انت بتتكلم في جناه متهمين في المذبحه، فلازم تفرق هنا بين جناه وبين جماهير بورسعيد المحترمه وبين بلد اسمها بورسعيد. ده خلط كبير جدا. انا معاك في عدم الخلط ده. طيب خلوني اخد هذا الاتصال هاتفي من واحد من اهم الذين لهم مواقف مع روابط الالترس، النائب والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا مرتضى بيه. مساء الخير يا استاذ سامر. ازي حضرتك؟ انا في النادي بقى مستنيك. انا عارف أنا عشان بس ما ايه ما زيش كلام عازمني على اسكالوب بانيه بالليل بسياده النادي. سياده المستشار معاك الاول. انا معايا سياده النائب علاء والي عضو مجلس الشعب عن كرداسة، والناقد الرياضي الاستاذ ايهاب الخطيب. مساء الخير يا سياده المستشار. سياده المستشار. ازيك يا سياده المستشار؟ مساء الخير يا فندم. كتير من الناس مرحبه بالمبادره اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا نقعد مع الشباب دول نحتويهم ونستوعبهم، واذا كان في افكار مغلوطه في دماغهم نصححها، وكمان مد الخط على استقامته، قال انه مش ما فيش مانع ان هم يتابعوا التحقيقات اذا كانوا شايفين انه في انحراف في سر العداله ولا حاجه. طيب بص يا بيه، اولا رايي في المبادره انها مبادره فاشله ساقطه، مع احترام السيد الرئيس انا بتكلم عن المبادره مش عن الرئيس. ايوه. ليه فاشله ساقطه؟ لانه المبادره دي انا عملتها قبل كده والنادي الاهلي عملها قبل كده وفشلت فشل ذريع. انا اعمل حوار مع ناس محترمه اقدر اخد ودي معاهم في الكلام، يعني نقعد على الترابيزه، انت ايه يا ابني مزعلك؟ والله انا مزعلني كذا. طب انا مزعلني كذا. طب نتفق على كذا. تمام. ده الحوار في اي مكان. مظبوط. تمام. انا اول ما جيت اولا انا هذه الظاهره الاجراميه ظهرت 2007 وكنت في النادي، لا كنت عضو نادي اصلا ولا رئيس نادي، كنت ممنوع بشرط. تمام. لكن اول ما ظهرت انا كنت اكتر واحد سعيد بيها، اكتر واحد سعيد بيها. تمام. لانه اعادوا الحياه الى المدرجات من 2007 ل 2010
كان شيء راقي ومحترم. مظبوط. وكان معظمهم ولاد ناس، مش ولاد ناس يعني اغنياء، يعني ولاد ناس يعني متربيين، اهلهم مربينهم. هذه الظاهره. وانا ليا حديث قلته في الاحتفال بالمئويه لما رحت اتنازلت عن القضيه اللي كنت رافعها ضد ممدوح باسل اللي زور الانتخابات، وقلت بعد الدخله اللي شفتها للولاد بتوع الالتراس في، كان مع طاقة الزمالك كان بيلعب فريق اسبانيا على ما اتذكر. هذا الشيء الجميل المحترم يخليني انا اتكسف من نفسي واقول صالح النادي فين وهتنازل، واتنازلت. تمام. ده كان قبل 25 زفت الطين يناير 2011. 25 يناير لما حصل الغل اللي جوه العيال البلطجيه بقى، مش الالتراس، في عيال بلطجيه. ما هو في عيال محترمه وفي عيال بلطجيه. تمام. الغل اللي جواهم دخلوا عشان ينتقموا من الشرطه، اللي كان بقى ارفض عشان ضابط شتمه وضابط حبسه، راحوا مطلعينه في 25 يناير. الاعلام اللي حضرتك جزء منه ابتدى يقول لك الابطال الثوره اللي خلصوا البلد من الظلم والطغيان، لا، ما كانش حد فيهم بيقدر يتكلم قبل 25 يناير، مع احترامي الشديد لواحد اسمه مرتضى منصور. حضرتك عارف انا اللي هاجمت كل بتوع النظام من اول ما اخرهم. تمام؟ اللي حصل بالظبط انك انت نفخت نمله بقت فيل. وحضرت عفريت مش عارف ايه تصرفه. لما جيت رئيس نادي في ولد منهم الترا الزمالك كان استشهد اسمه محي قدام بوابه الزمالك. فبعت جواب رسمي للسيد محافظ الجيزه، قلت له عايز اسمي النفق اللي بيربط نادي الزمالك بوزاره الشباب، وده اهم نفق اللي هو على المحور. تمام؟ باسم هذا الشهيد. تمام؟ تمام. شوف بقى قد ايه احنا كنت مدد ايدي لغايه اول صدام بيني وبينهم. انا كنت في ابو ظبي، ففوجئت بان ميدو بيكلم، ايام ما كان مدير فني بيكلمني بيقول لي الولاد اطرس بيشتموا محمود طاهر وصالح سليم وامه. كان في ماتش ودي، قلت له كلمتين ما لهمش ثالث. انا مسؤول، لو عايزين، انا اسف الكلمه، لو عايزين يموتوا محمود طاهر بره النادي انا مش مسؤوليتي، مسؤوليه الدوله، لكن اي عيل يقل ادبه جوه نادي الزمالك انا مسؤول قانوني وادبي ادبيا. تمام. اديهم انذار، استمروا الغي الماتش وروحهم، استمروا لغى الماتش ومشاهم. تمام. اذا بدايه الصدام بيني وبينهم انهم كانوا بيشتموا استاذ محمود طاهر. طيب مش انت يا استاذ مرتضى في المجلس كلفتوا عضو المجلس احمد مرتضى منصور بعمل حوار مع الالتراس واستمر اعتقد الحوار ده شهرين ثلاثه؟ واحده اكمل كلام بس واحده عشان بس ايه الناس، انا عارف الناس بتشوفك متابعينك، وعندك عضو برلمان زميل فاضل، وعندك ايهاب الخطيب يعني راجل ناقد يعني ليه قيمته، عشان الناس بتخلط الامور. اتفضل. لما رجعت الشبان الصغيرين اللي تحت السن اللي حضرتك بتقول عليهم احمد وشريف منير ومصطفى سيف، قالوا لي الولاد عايزين يعملوا مع حضرتك حوار عشان نبدا صفحه جديده، مش معايا انا، مع النادي. تمام. قلت لهم ما عنديش مشكله، فتحت لهم الصاله اللي هي بتاع السيد عبد الرحمن فوزي المغفر. ساعة ونص أنا واقف عشان هذا الحوار، حاطط إيدي كده على إيديا الاتنين كده بتفرج على مهزلة، عيال قلعة مالطا واخدة ترامادول، ما خلوش حد في مصر مش هتموهوش. تاني، ما خلوش حد في مصر. ده في جلسة الحوار. نعم؟ ده المفروض في جلسة الحوار اللي بينك وبينهم. وأنا إيه واقف؟ أنا واقف كده بتفرج. طب أخلي الأمن ينزل يخش لهم، ما هو الأمن لو دخل في ثانية هيفض. انما ممكن عيل يموت. طبعا. تمام؟ شوف انا بحافظ عليهم قد ايه. لغايه ما خلصوا الهيبره بتاعتهم ساعه ونص. ومبسوطين ونازلين راحوا مسلمين عليا. سلم عليا يا ابني، تقول ايه؟ انت مش هتخش المكان ده تاني. انت ما خليتش حد في دوله ما شتمتوش، انت جاي تعمل حوار ولا جاي تقل ادبك هنا؟ هو ما طبعا ما قدرش يقل ادب عليا، خلي بالك، هو قال ادب على مصر كلها ما عدا انا، وده نوع من الجبن. خلاص؟ طلعوا يا ابني. جينا في ماتش بتاع انبي لو تفتكر، انبي والزمالك، وكان ماتش مهم جدا اللي حصل فيه موضوع الدفاع الجوي. مظبوط. فمجلس الاداره وناس من الالتراس واللعيبه قالوا لي استاذ مرتضى من فضلك اديهم الصفحه الاخيره. تمام؟ ودي اخر فرصه ليهم. انا اللي دخلتهم واديتهم تذاكر مجانيه عشان يخشوا. تمام؟ وانا ما اعرفش انهم يدبروا مكيده ومؤامره اخطر مما تتخيل، مش انا اللي قلت بقى. ده النائب العام. بالصدفه قبضوا على ولد بعد موضوع الدفاع الجوي. ثاني، قبضوا على ولد على جسمه دم في شارع الهرم، اعترف تفصيلي
ان سيد مشاغب البلطجي بتاع هلطة الزمالك اتفق مع مجموعه من الاخوان المسلمين في بلد من البلاد عفشه مش فاكر كرداسه ولا فين، واخد بالك، انهم يخشوا بقنابل جوه الاستاد كانهم 10,000 يضربوا قنبله يحصل تدافع الناس تموت. تمام، نرجع بقى، هو النادي الاهلي مش عمل 100 حوار؟ يا مش محمود طاهر اختلف معايا قدام السيد وإيهاب عارف مع السيد وزير الداخليه، خلافي كان مع محمود طاهر بسبب ولاد، قلت مجموعه ارهابيه مسلحه، وليه انا قلت كده؟ محمود طاهر قال ولادنا ونطبطب. طب احنا جربنا الطبطبه في النادي الاهلي، حصل ايه؟ منعوا اللعيبه تنزل من الفندق. اول من 3 ايام دخلوا مسحوا بكرامه الارض، مسحوا كلها الارض من جيش لشرطه المشير. انا بقى منعت بالقانون، خلي بالك بالقانون، تمام، مفيش عيل منهم يجروا تاني يقرب بوابه الزمالك. انضرب عليها رصاص 3، واحد صحفي اتعور ومدرب تنس اتعور ومحامي اتعور، تمام، خدوا 5 سنين سجن. ده كان فيلم اوانطه ولا ده فعلا اجرام؟ جابوا ماده كاويه حارقه مكتوب كده ميه نار، قال لك لا ده بول، شوف ال L3 وعايز يهينك. تمام، المحكمه ادت لكل عيل فيهم سنه سجن، تمام، يبقى ده اجرام ولا دول حوار؟ طيب الحل ايه بقى يا ريس؟ الحل ايه يا سياده المستشار؟ ما انا اقول لك الحل ايه؟ انا اقول لك الحل ايه؟ فانا قربت خلاص، تمام؟ طيب لما تيجي محكمه حكم نهائي وبات تقول الاتي: انها جماعه ارهابيه محظوره وتحظر التعامل معهم اعلاميا ورياضيا وسياسيا، ده حكم محكمه. سيبك من عمرو اديب كذب كذبه كبيره وصدق نفسه وقال لك ايه؟ الراجل ده عليا انا، الراجل ده عمك يا عمرو، ها؟ الراجل ده مش عايز يقول اسمي عشان انت عارف الخناقه اللي بيني وبين مراته. ما علينا انا محمد مراته الثانيه، ما علينا يا استاذ مرتضى. المهم خلاص، فيقول لك الراجل ده تنازل، خلي بالك، والمحكمه لغت الحكم. لا انا اسف، لم يلغى الحكم بتاع المحظوره حتى هذه اللحظه، حكم ساري. انا تنازلت عن ايه بقى؟ ضرب النار عليا انا، تنازل شخصي، نزلت على ميه النار. طبعا. خلاص، ليه؟ عشان اهلهم ما لهمش ذنب، تمام، عيال في السجن واهلهم. طيب قول لي بقى عشان الوقت في دقيقه كده، الحل ايه؟ خلاص، الحل الاتي. انا قلت لهم قبل كده: حضرتك عايز تبقى جمهور الاهلي العظيم اللي بالملايين؟ ما عنديش التراس، انا جمهور الاهلي اللي سبب كل البطولات الاهلي خدها في قدم وسله وطايره رياض، اللي صنع مجد النادي الاهلي، الجمهور العظيم اللي قبل عادي ما تطلع. طيب حضرتك عايز تبقى جمهور الزمالك العظيم؟ ما عنديش وقت، نايس، عندي جمهور الزمالك العظيم. تمام، طب افرق ازاي بقى؟ ايوه، انا قلت في لجنه الانديه، وتوسع الكلام ده كل الانديه، اولا بنوزع استمارات، بنعمل حاجه اسمها مكتب شؤون الجماهير في كل نادي. بديك استماره، اسمك، تليفونك، عنوانك، وظيفتك، مهنتك، وبديك كارنيه زي كارنيه النادي. بالكارنيه دون بتاخد التذكره مرقمه، لو حصلت مشكله في الكرسي ده يبقى حضرتك. تمام؟ قال لك لا احنا بنخش مجانا. لا احنا بنخش ايه؟ مجانا. ليه يا بابا؟ انت بلطجي؟ بلطجي هناك مش عند انا. تمام؟ حضرتك خايف من ايه؟ قال لك عشان هيبلغ فينا. طب ما هو قلت انا اتنازلت عن القضايا اللي انت ضربت النار عليا انا وميت النار. لا بس دي سكه حلوه اللي انت بتقولها يا استاذ مرتضى، لكن لو تجمع مجموعه من الالتراس وعايزين يعملوا وقفه ولا كذا، التعامل بقى معاهم ازاي؟ لن، بص يا فندم، لن، انا كزمالك مش لاعب الاهلي، اي عيل هيقرب من بوابه الزمالك، انا كل النادي عندي الامن مسلح برصاص حي، كلامي واضح. ليه؟ انا بدافع عن منشاه. انت بتكلمني دلوقتي يا استاذ سامر، انا عندي 45,000 اسره جوه النادي. تمام، تاني عندي 45، لن اسمح بعيل بلطجي يقرب من النادي 3 كيلو، تاني 3 كيلو 3 كيلو ده انت عامل حظر تجول لوحدك يا سياده المستشار. يا استاذي الفاضل، انا عندي 45,000 اسره في النادي، انت بتحافظ عليهم يعني؟ بحافظ على الاسر المحترمه. طيب حضرتك عايز تبقى جمهور، تعالى انا عايز تحضر الماتش، بس اعمل كارنيه واشتري بيه التذكره. تمام، واقعد بص افرح وارقص وغني وشجع زي ما انت عايز. طيب بالتالي بقى بناء على رايك ده، انا مش محتاج اسالك طبعا ايه رايك في المبادره اللي قالها مجموعه من النواب انه الالتراس شبابهم يخشوا البرلمان ونعمل حوار معاهم تحت القبه. الراجل في البرلمان يدخل عيل فيهم، كلامي واضح، الراجل في البرلمان، لانه هنا بيرتكب جريمه، لان دي جماعه محظوره بحكم محكمه. بس في حد هنا يا استاذ مرتضى هيقول لحضرتك انا اسف يعني، وانت مالك؟ البرلمان ده له رئيس وله وكيلين. لا انا رئيس لجنه الانديه يا استاذ،
لا انا مسؤول عن كل انديه مصر. لا انا بتكلم عن البرلمان، انا بتكلم عن البرلمان، البرلمان ده له رئيس ووكيلين وهيئه مكتب. خلاص انا اتحداك لو حد في هيئه مكتب معاهم. انا النهارده كان بيكلمني السيد وكيل المجلس السيد شريف وقال لي واحد ورطني في البتاع في الدعوه وانا برفض هذه الدعوه. لما يا ريت ناس بص شرعوا في قتل العامري فاروق ولا ما حصلش يا ايهاب يا خطيب؟ ايهاب حصل ولا ما حصلش؟ ايه بيقول لك شرعوا في محاوله قتل العامري فاروق؟ قتل العامري فاروق ولا ما حصلش؟ طبعا كان في مجموعه طبعا هددت سياده الوزير العامري فاروق، ده حصل. ثانيه ولعوا في اتحاد الكره وشرعوا الكوس ولا ما حصلش؟ ولعوا في نادي الشرطه ولا لا؟ منعوا اللعيبه في مدينه نصر جار ورا احمد صديق في المسايده سيد حصل ولا ما حصلش؟ الوقائع طبعا حصلت والمشتبه فيهم حصلوا، بس في بعض الروابط تقول لك لا دول القله العنيفه اللي بينا. طيب حضرتك عندك مشكله انك انت يبقى في شؤون جماهير وتطلع كارنيه تشتري بيه التذكره؟ المفروض لا، المفروض إيه لا بصراحه فيها. لازم نقول انه المفروض لا، التزام بالقانون. طيب تمام. طيب وحضرتك اتكلم بقى عن مواده السيد الرئيس. طيب دقيقه واحده بس يا استاذ مرتضى لو سمحت. لا اتفضل سامعك، بس بقول لك في دقيقه يعني قول الكلمه عن المبادره. اه ماشي، يعني دي ثلاث دقائق. مبادره السيد الرئيس خلاص. السيد الرئيس عمل المبادره دي قبل كده، في ولد اسمه هيثم راح له، معرفش اسمه حاجه كوره كده، وراح له عمل مبادره. تمام. ثاني يوم دخلوا بالرصاص الحي ضربوا ثاني بالرصاص الحي ضربوا المصلين اللي بيصلوا، مش بقول كده عشان الاسلام ومسيحي، لا ثاني بقول اهو، ضربوا المصلين اللي بيصلوا جوه المبنى الاجتماعي عاملين بيفرشوا سجاد صلاه ضربوهم. الستات بقى تجري ويرموا بعض في حمام السباحه ما بيعرفوش يعوموا من الرصاص الحي اللي انضرب. ثاني يوم مبادره الرئيس. وبعدين انا عايز اسال سؤال، هو حضرتك سياده الرئيس قال ايه؟ قال 10 طلعت حياتي مش كده؟ يا سياده الرئيس المحترم، الجلسات على 100 و11 خدوا اعدام يا فندم. يا فندم التحيات خلصت. تمام يا فندم، المتاجره بدم الولاد اللي ماتوا دول. لا وكمان معانا في الموضوعيه في احد الساده القضاه البارزين النهارده قال انه ده مش قانوني، لانه ليس من حق احد انه يحضر التحقيق، ده في نوع من التدخل في السلطات. ده تدخل من السلطه التنفيذيه للسلطه القضائيه. خد بقى اللي عندك بقى، لما يجي اعترافات تفصيليه في النيابه عند محامي عام اسمه محمد عبد الشافي. خلي بالك تفصيلي ان احنا قبضنا كل واحد قبض 500 جنيه عشان نروح الدفاع الجوي ونضرب القنابل جوه عشان يحصل ظهر والناس تموت، يجي عيل صايع امبارح يقول لك ايه؟ اصل رئيس النادي اللي يا ابني رئيس النادي، انت ما انا عندي 10 دفعات جوه، طب ما انا اللي عايز اموتك، ما انت كنت عندي جوه. وصلت يا استاذ مرتضى، شكرا جزيلا. المستشار مرتضى منصور نائب البرلمان ورئيس نادي الزمالك، واعتقد ان هو عمل سرد كامل لتاريخه شخصيا في مواجهه الالترس ولبعض الوقائع. طيب انا هروح لفاصل، ارجع بقى اسمع تعقيبات ضيوفي سواء على ما طرحه المستشار مرتضى او رايهم في الخروج من هذا النفق المظلم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مكملين حوارنا حول الالترس. سمعنا مداخله المستشار مرتضى منصور وموقفه واضح طبعا ورايه طول الوقت انه لا حوار مع هذه الجماعة الإرهابية من وجهة نظره، واللي كان لها سوابق عنف كثيرة، وأن كل مبادرات الحوار معهم فشلت لدرجة حتى أن هو أسمى مبادرة الرئيس بأنها مبادرة فشلة لن يكتب لها النجاح. أسمع رأيك يا سيادة النائب. مع احترامي الشديد للسيد مرتضى منصور النائب الزميل اللي أنا بحترمه على الصعيد الشخصي، بس هو حضرتك ده الفرق. السيد مرتضى منصور بيرأس نادي الزمالك، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. سيادة المشير عبد الفتاح السيسي او سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العضو المنتدب بتاع جمهورية مصر العربية. فالمبادرة اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس هو بيحتوي بيها مصر. سيادة المستشار النائب العظيم هو بيدافع عن نادي الزمالك. دي وجهة نظر ودي وجهة نظر. وان عنده سوابق مواجهة كثيرة مع الالتراس هي اللي مكونة وجهة نظر. وعنده تاريخ هو محق فيه، وعانى كثير من الالتراس على الصعيد الشخصي والصعيد الجنائي وكل شيء، ونستعد عليه وكل حاجه، فانا بعذره وكل وبديله حقه في اللي هو قاله، ولكن هو ده حضرتك الفرق. هو بيرقص نادي الزمالك، السيسي بيرقص مصر. فانت شايف انها مبادره، السيسي بيبص على مصلحه مصر، مبادره عاقله، بمبادره الالتراس بتاع النادي الاهلي قال عليها ان هي مبادره، ان هو حاجه بالنسبه له لم يكن يتوقعها، وده في حد ذاته 90% من نجاحها. تمام اعتقد، لان هنا هون
انت وصلت ان الطرف الاخر معنى اسف ان اقول طرف اخر يعني مع ان احنا شعب واحد في بلد واحده ولكن الطرف اللي هو اللي احنا بنلومه ده هو ذهل من المبادره بتاعت سياده الرئيس. ممتاز. استاذ ايهاب اسمع رايك على ما قاله الاستاذ مرتضى، واتفقنا كمان واحنا بنقرا في بيانات الالتراس انه ربما اذكى رد هو رد الالتراس. طيب سياده الاستاذ مرتضى منصور وعنده جانب شخصي في القصه دي، فالقصه مقفوله. طيب الحوار لازم يكون اوسع، لان احنا الثلاث جماهير اللي فيهم ازمات في هذا الشكل مور زمالك بورسعيد الاهلي. طبعا. الاهلي زي ما قلت لحضرتك لم يكن متوقعا، قالوا مش هنبقى الخصم والحكم، عايزين القصاص، لكن ختموا بكلمة كويسة جدا، ونحن الآن نمد أيدينا إلى الوطن لعودة الروح إلى المدرجات والاستقرار للبلاد. رسالة واضحة جدا، دي جديدة، دي من المرات القليلة اللي أسمع اللغة دي في الألتراس، لأنه قال لك ما لم يكن متوقعا، فأنت تسمع منهم برضو ما لم يكن متوقعا. صحيح. بس صحيح. نروح لبورسعيد، نحن لا نريد منكم تكريما لشهدائنا، ولا نريد منكم أن يذكركم أو يذكرنا أحد في إعلامكم أو نظامكم بسوء أو بخير، ولا نريد منكم أن تأتوا في صفنا طبعا. على حساب آخرين، ولكن ما نريده هو العدل والحق وعدم التميز. كلام واضح. الزمالك الوايت نايتس، نحن لن نتوانى أبدا في أي مبادرة تهدف إلى الحل واحتواء الجماهير ومعالجة الأزمات. ده بقى المردود الفعلي لمبادرة سيادة الرئيس. شباب يعني أنت بتديله كلمة بتاخد رد فعل محترم. لقطوا الخيط. وهم كلهم هم أذكى من فينا الثلاثة، كل واحد خدها. يمكن جمهور بورسعيد شويه شايف ان هو مظلوم لان هو برضه فهم غلط والاعلام وجهها غلط ان سياده الرئيس بيتكلم على الاهلي بس. هو يمكن لما سياده الرئيس قال في قضيه بورسعيد يتابعوا التعيات وكذا اتحسبت كده بالظبط، لان برضه من حق جماهير بورسعيد انها تتابع هي الاخرى، لان حق كل الناس. بس فالامور واضحه مش محتاجه الكلام ده. برضه مش عايزين نخرب. طب انا سالتك سؤال في الفاصل واحنا بندردش على انه البيانات الرسميه اللي طلعت من الالتراس، خصوصا التراس اهلاوي المعني بالقضيه دي، بيانات لازم نعترف انها ذكيه طبعا ومحترمه. بعيدا عن البيانات الذكيه، ما ينفعش طبعا اخش في النوايا، بس من وجهه نظرك هل هم ممكن يكون عندهم صدق نوايا في فكره ان احنا نمد ايدينا للوطن وعايزين استقرار؟ اقول لحضرتك حاجه ومعلومه. اتفضل. هم كانوا متخوفين جدا من رساله سياده الرئيس، ما كانوش فاهمينها في الاول. والبعض لعب في دماغهم وقال لهم دي لعبه سياسيه. انا بقول لحضرتك من الاخر. تمام. هم هديوا لغايه ما طلعوا الكلام المحترم. الالتراس الاهلي لومه له ولوم عليه زي اي جمهور. اخطا لما دخل وشتم اخطا، اخطا لما اخطا في حق الدوله في حق الرموز اخطا، ولكن النهارده لان انت قافل عليه الباب مثلا وبتقول له ايه ده اللي موجود، انت النهارده اثبتت له مش ده اللي موجود، ده انت اللي فاهم غلط وانا ببدا معاك بالصح. تعال نبدا. مشكلتنا يا استاذ تامر في حاجه واحده بس، اننا ما عندناش يعني هل ينفع البلد دي كلها من غير قانون مرور؟ لا طبعا. كان زمان العربيات كلها فوق بعض، ده اللي موجود في الكوره، احنا ما عندناش قانون للكوره. مع ان العربيات كلها فوق بعض بس. احنا بقى ما عندناش قانون في الكوره، لان احنا القانون اللي بيحكمنا قانون رقم 77 لسنه 75، قانون عقيم، العالم كله اتغير. صح. فاحنا ما عندناش لا قانون شغب ملاعب ولا قانون بيحكم الرياضه، وبالتالي اي جريمه في الملعب بتخش جنائي على طول. صحيح. وانت عندك قانون شغب، في تركيا لو في مشجع غلط بيتمنع من الدخول يذاكر الفير بليل او الروح الرياضيه في الكوره ويذاكرها لمشاغب تاني، ولما ينجح فيها يدخل هو يحضر. في انجلترا ممنوع اي دخول اي مشاغب وبتتمنع بالسنه والسنتين، وفي اسبانيا منعوا مشجع انه يدخل مدى الحياه. في قوانين ورولز بتتبع. احنا لسه عندنا هنا احنا عندنا غياب القانون سبب كل الفوضى. هو القانون، يرجع القانون ويرجع النظام. ممتاز. ليك تعقيب يا استاذ لاب؟ لا حضرتك هو زي ما حضرتك قلت، بس هو السؤال اللي سعادتك بتقوله ان هل الالتراس بالمنظر ده هون كده هون بيجسوا نبض حد؟ أيوة. فندم احنا بلد، احنا في بلد. البلد هي القويه، الدوله هي القويه المفروض، ودي حقيقه. لان النهارده حضرتك بغض النظر عن اصل ما هو هو لا هو المفروض وهي الحقيقه. لان النهارده حضرتك انت بجهزت الدوله، انت النهارده الحمد لله الدوله استعادت عافيتها في اجهزتها. النهارده سعادتك بتتكلم على جيش قوي، بتتكلم على شرطه قويه وعايده بقوه، وحضرتك الكلام ده بان في 25 يناير اللي فات وبان في كل المناسبات. تمام. اللي قبل كده هون، وشهدائهم بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمهم في مثواهم الجنه ان شاء الله. لا دوله قويه يا فندم، احنا رجعنا الحمد لله، مصر رجعت تاني. طب سياده الرئيس هنا بيكمل الدور اللي هو بيلم بيه الشمل. مش المفروض ان احنا نعارض لم الشمل نهائي، بالعكس، ده الشباب ده يا فندم احنا لازم نحتويه، ده هو ذخيره البلد. كان شايف ان احنا نكسب الشباب افضل من ان احنا نعاقبهم ونخسرهم. ما احنا لو خسرناهم نخسر البلد. الشباب 60% من قوام الدوله. تمام. لو خسرنا النهارده جزء منه
يبقى حضرتك بتتكلم انت مش بتخسر الشاب بس، انت بتخسر الشاب وابوه وامه وزوجته وابنه، فانت بتخسر مجتمع كامل. بس هنا لازم نوضح انك انت الاول لازم تمشيه في طريقه صح وبعد كده تحاسبه، لانه لو اخطا هيتحاسب، ده مش معناه ان هو اخطا وانت بتجامله. مش واخد كارت بلانش يعني. بس حضرتك محدش بيطالب بالمجامله على الاطلاق. تمام. بالعكس انا اول واحد بقول لحضرتك المخطئ يعاقب ويعاقب ويعاقب بشده. طيب هنا زي ما سعادتك اشرت قانون الشغب، اين قانون الشغب؟ كلام محترم. الملاعب هي الدوله لازم تقوم بدورها في سن القانون اللي نمشي عليه. فين النهارده لك ان تتخيلوا اللجنه الاولمبيه الدوليه صابره علينا النهارده بقى لها اكتر من 10 سنين عشان نعمل قانون صحيح ومفيش ولا طيب سؤالي الاخير ليك يا استاذ ايهاب، في ظل التباينات اللي حاصله في المواقف ما بين الوسط الرياضي والاعلام الرياضي والاعلاميين الرياضيين، فرص النجاح للمبادره ايه؟ اولا اسوأ ما في الوسط الرياضي اعلامه. وانا راجل اعلامي رياضي انا بقول لك اسوأ ما في الوسط الرياضي اعلامه. تمام. لان للاسف بعض لاعبي كره القدم اللي خرجوا من النجيل الاخضر نقلوا التعصب من ملاعب كره القدم لمنابر الاعلام، ودي كارثه كبيره. وبقت المسؤوليه ان اقعد اسخن يعني العائق الاول امام نجاح المبادره الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي. تمام. ولكن المكسب من المبادره رد الجماهير بهذا الشكل، المكسب من المبادره التعقل، المكسب من المبادره اللي كل الجماهير قالت احنا مستعدين نمد ايدينا. الذكاء من الالتراس الاهلي قال لك انا مش خصم حكم، انا اقعد امد ايدي وتحت امر بلدي وتحت امر مدرجاتي. ده في حد ذاته مكسب. ده الزمالك قال لك انا احضر وانا عايز المبادره. بورسعيد قال لك ما تجيش عليا، انا عايز ما تميزش وابقى زي اي حد. ده المكسب الحقيقي. ده كلام محترم. بشكرك يا استاذ ايهاب، شرفتني ونورتني. سياده النائب شرفتني ونورتني. شكرا ليك يا استاذ. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. خبرين في ثانيه، خبر عاجل انه بكره في لقاء ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد محافظ سوهاج، تم استدعائه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في قصر الرئاسه لمناقشه ملفات سوهاج، وعلى راسها الفضيحه الكبيره اللي حدثت في سوهاج وهي انهيار كوبري سوهاج ومعرفه المسؤول عنه. الخبر الثاني عشان دي قضيتنا وعندنا الصوره متهيألي ممكن زميلنا المخرج ينقلها لنا، ما زالت مستشفى المطريه مغلقه ولا تستقبل المرضى حتى اللحظه رغم قرار النائب العام بجبريا فتح المستشفى وعوده الاطباء لممارسه عملهم. احنا خلص عملنا، تصبحوا على خير.